السلام عليكم. في هذا الفيديو رح نشرح كيف بدنا نحسب عمر الطالب أو عمر الطفل بصفة مشتقة بدون ما يكون في عمود للعمر داخل جدول الابن. في عنا هون database family تحتوي على جدولين. مثال بسيط، جدول الأب فيه father ID، رقم الأب واسمه وتاريخ ميلاد الأب والعنوان. في عنا كمان جدول الابن بيحتوي على أعمدة، رقم الابن، اسم الابن وتاريخ ميلاده، وطبعا هنا المفتاح الأجنبي رقم الأب ليربط كل ابن مع الأب بهذا الشكل. عنا هون إذن father ID مفتاح أساسي في جدول الأب، بده يكون مفتاح أجنبي في جدول الابن. العلاقة بينهم طبعا واحد لمتعدد حسب الدياجرام اللي عندنا هون. بهذا الشكل العلاقة واحد من عند الفاذر اي دي لمتعدد عند الفاذر اي دي في السن او في جدول الابن. في عندنا هون في جدول الابن سن، هي هون في عندي عمود تاريخ الميلاد. عادة بنحسب العمر عن طريق طرح السنة الحالية ناقص سنة الميلاد. عشان احسب انا عمر الطفل لازم اخذ او احصل على تاريخ اليوم من الجهاز. في عندنا دالة اسمها get date، فبنحكي له هون، نكبر الخط شوي، نحكي له select get date. نلاحظ هي دالة جاهزة، هاي سيمي كولم. خلينا نعمل execute ونشوف شو بيطلع الناتج. بنلاحظ select date تعطيني يوم، شهر، سنة، والساعة والدقيقة والثانية كمان وأجزاء الثانية. طبعا هذا الكلام ما بيمشي لما بدي أحسب عمر، أنا بيلزمني بس السنة. إذا get date هي دالة جديدة تعطيني تاريخ الجهاز أو تاريخ اليوم. طبعا بنلاحظ اسم العمود بدون اسم، no column name، فلازم يفضل نحط له اسم تاريخ اليوم. عملنا له as عشان يتسمى العمود. نرجع نعمل execute، هي تاريخ اليوم، يوم، شهر، سنة، ساعة، دقيقة، ثانية وأجزاء الثانية. هذا الكلام ما بيمشي إذا بدي أحول أو بدي أحسب عمر الطفل، لازم أحول هاي الصيغة بهذا الشكل لسنة فقط. الدالة اللي بتحول لي get date لسنة ببساطة اسمها year، وير يعني سنة، طبعا مدخلها ضمن أقواس، فبصير year ل get date. يعني خد get date اعطيني تاريخ اليوم من الجهاز وحول لي اياه لسنه. تعال نشوف لما نعمل execute شو بده يتغير عندي في النتيجه. حول لي تاريخ اليوم كله من صيغه يوم، شهر، سنه الى صيغه سنه فقط. بهاي الطريقه سهل علي اطرح عمر الطفل من تاريخ اليوم. فاحنا هلا أخذنا تاريخ اليوم حولناه لسنة، بدي أخذ تاريخ ميلاد الطفل وأطرحه من تاريخ اليوم ليعطيني تواريخ ميلاد الأطفال الموجودين في الجدول. فشو بحكي؟ هاي تاريخ اليوم ناقص، في عنا عمود تاريخ الميلاد اسمه sun date of birth، sun DOB احنا عاملينه هون. بنفس الكلام لأنه هون يوم، شهر، سنة، بعمل له year، فبقول له year ليحول لي اياه لسنة، ومين اسم العمود sun top، واز طبعا بده يتغير. خلينا ننزلها تحت، طبعا بطل رح يكون تاريخ اليوم، رح يكون عمر الطفل لنسمي العمود لانه احنا عم نحسب في عمر، عمر الطفل. طبعا من وين؟ from شو اسم الجدول؟ sun. وهي
نعمل execute نشوف هون شو بده يطلع. حسب عمر الأطفال من خلال استخدامنا للدالة year وللدالة get date. إذا ملخص الكلام، get date هون تعطيني تاريخ اليوم، year بتحول التاريخ لسنة، وهون نفس الكلام حولنا تاريخ ميلاد الطفل لسنة. طرحنا الحالية ناقص سنة ميلاد الطفل، رح يطلع لي أعمار الأطفال بهذا الشكل. هاي بالنسبة لحساب عمر الطفل. يعطيكم العافية.